the distinguished representative of the Syrian Arab Republic. شكرا سيدي الرئيس. اسمحوا لي بداية أن أوجه الشكر الجزيل لزميلي العزيز المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لتقديمه مشروعي القرارين المتعلقين بكل من القدس المحتلة والجولان السوري المحتل، كما أريد أن أستهل بياني هذا بتوجيه رجاء خاص لكل الزملاء وبالذات من لديه النية الحسنة تجاه بلاد سوريا بأن لا يتطرق إلى موضوع بلادي طالما نحن نتحدث في بند الحالة في الشرق الأوسط، وهو البند الذي يعنى كما نعرف جميعا منذ عقود من الزمن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة حصرا. ومهما صدقت النوايا لدى البعض فإن مجرد التطرق إلى الأوضاع في بلادي سيخدم في تشتيت الانتباه عن المركز الرئيسي والمحور الرئيسي لبند الحالة في الشرق الأوسط. من يريد أن يتحدث عن سوريا يمكنه أن يفعل ذلك عندما يكون الموضوع موضوع سوريا. السيد الرئيس، لعله من المفيد بأن أذكر بداية بأن القوانين بأشكالها كافة بما فيها القانون الدولي قد وضعت لكي تطبق، وأن ميثاق الأمم المتحدة ومختلف الصكوك الدولية قد اعتمدت لكي تحترم، وأن قرارات الأمم المتحدة لا سيما تلك المتعلقة برفض الاحتلال الأجنبي لأراضي الغير قد اتخذت لكي تنفذ. ومن المفترض أن يتم ذلك كله بكل جدية ومتابعة وأن يطبق على الجميع بدون استثناء. ولا أعتقد بأن أحدا من السادة ممثلي الدول الأعضاء الذين انضمت دولهم إلى هذه المنظمة لأهداف نبيلة ولتحقيق السلم والأمن والعدالة الدولية، لا نعتقد أن أحدا منهم قد أتى لمجرد اتخاذ قرارات تبقى حبرا على ورق أو لمجرد الاستشهاد بالقوانين الدولية عند إلقاء بياناتهم تحت قبة هذه الجمعية العامة. فها نحن اليوم نجتمع من جديد ربما للمرة الألف، ربما للمرة العشرة آلاف، ربما للمرة المئة ألف لنطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي العربية ووقف سياساتها العنصرية واللا إنسانية وانتهاكاتها للمواثيق والأعراف الدولية ولوقف حملات الاستيطان المحمومة وأعمال القتل الممنهجة بحق المدنيين في الأراضي العربية المحتلة. مع ذلك سيدي الرئيس، وعلى الرغم من كل هذه المطالبات الدولية فإنه لم يتم حتى الآن إحراز أي تقدم في مسألة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف ممارسات هذا الاحتلال العدوانية. لا بل على العكس، فقد تفاقمت الأمور في ظل استخفاف إسرائيل بشكل فظ.
بإرادة الشرعية الدولية وكل المعايير الإنسانية والأخلاقية وضربها بعرض الحائط كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى فلتان استيطاني غير مسبوق وتصعيد إسرائيلي لعدوان إسرائيل المستمر والذي كان آخره كما تعرفون العدوان على غزة، الأمر الذي ينذر بعواقب كارثية في المنطقة ويزيد من فرص الحرب على حساب فرص السلام. لقد أصبح الاستيطان المدان والمرفوض دوليا وقانونيا مسألة فيها نظر لدى البعض، فهناك استيطان مقبول هو استيطان الأمر الواقع، وهناك استيطان قابل للتبرير ديموغرافيا كما يقولون، التوسع الديموغرافي يسمونه، وهناك استيطان ينبغي الإبقاء عليه ومبادلته بأراض أخرى، وهناك استيطان عشوائي خاضع للتفاوض، وهناك استيطان ممنوع التحدث عنه لأنه يمس بقدسية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة. حتى الاستيطان المرفوض دوليا والمدان قانونيا أصبح في عيون البعض مسألة فيها نظر. إن تعامل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها مع الصراع العربي الإسرائيلي لم يعد يحتمل أن يكون تعاملا روتينيا أو تضامنيا دون أي تحرك جدي يثمر نتائجا حقيقية، ولا يجوز أيها السادة أن يقود تعنت إسرائيل ودعم بعض الدول لها إلى عجز الأمم المتحدة عن القيام بواجباتها بموجب الميثاق وبموجب القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة، لأن ذلك إن حدث سيؤدي إلى نتائج كارثية على منطقتنا وشعوبها وإلى تقويض منظمة الأمم المتحدة بكاملها. نشير في هذا الصدد إلى أن نقل مسألة السلام في الشرق الأوسط من الأمم المتحدة إلى الرباعية الدولية لم يقدم شيئا على الإطلاق لهذه المسألة، بل إن البعض قد قزم دور الأمم المتحدة وشل دورها المرجعي ونقل دفة القيادة فيها إلى وسطاء مشبوهين يكاد دورهم ينحصر في تقديم دعم أعمى لإسرائيل وتبرير مستمر لإجرامها وعدوانها، وهو الأمر الذي حال دون التئام حتى مجرد اجتماع واحد للجنة الرباعية على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة في شهر أيلول سبتمبر الماضي. كما أن اللجنة الرباعية أيها السادة قد عجزت أيضا عن الاجتماع خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. سيد الرئيس، أكثر من 45 عاما مضت على احتلال إسرائيل للجولان السوري، إلا أن هذه السنين الطويلة لم تكن كافية لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء احتلالها للجولان السوري المحتل ولوقف انتهاكاتها المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان ولوضع حد لسياسة الإرهاب والقمع والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل والتضييق عليهم في كل مناحي الحياة بما في ذلك حقهم في التواصل مع وطنهم الأم سوريا.
لقد وصل الأمر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن وضعت طفلا سوريا عمره سنتان قيد الإقامة الجبرية وفصلته عن أمه، والسبب هو أن أمه التي كانت تدرس في جامعة دمشق قد أنجبته في سوريا، ولما عادت به إلى الجولان لم يعد هذا الصبي السوري الذي عمره سنتان لم يعد يحق له العودة إلى الجولان برأي الإسرائيليين. إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاستيطان المحمومة في الجولان وبناء جدار فصل عنصري شرق مدينة مجدل شمس، كما ترفض تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في أراضي الجولان إلى المنظمات الدولية ومن بينها منظمة الأمم المتحدة. وقد أودت انفجارات القنابل العنقودية والألغام الإسرائيلية التي زرعت في الجولان أودت بحياة أكثر من 726 مواطنا و26 مواطنا سوريا، بينهم 227 طفلا كان آخرهم طفلان فقدا حياتهما في بداية الشهر الماضي جراء انفجار لغم من هذه الألغام. وقد أحطنا عناية الأمانة العامة بكل تلك الانتهاكات، والتي كان آخرها إعلام الأمانة العامة بتزايد حالات قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بخطف المواطنين السوريين من الجانب السوري من منطقة الفصل. لا بل وصل الأمر بالسلطات الإسرائيلية في الجولان في القسم السوري من الجولان المحتل، وصل بهم إلى تقديم المساعدة للمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة فصل القوات، بالذات منطقة انتشار قوات الأندف. سيد الرئيس، من المؤسف فعلا أنه على الرغم من كل الجرائم الإسرائيلية الموثقة وعلى الرغم من كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تدين هذه الجرائم بشكل لا لبس فيه، فإن حكام إسرائيل وقادتها العسكريين والمدنيين المسؤولين عن هذه الجرائم ما زالوا خارج دائرة المحاسبة الدولية والمساءلة، ذلك نتيجة للحصانة غير الشرعية الممنوحة لهم من بعض الدول ضد تلك الجرائم. ولا بد أن الجميع قد لاحظ بالأمس في هذه القاعة بالذات أن مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد برروا اعتراضهم على حصول فلسطين على صفة الدولة المراقبة في الأمم المتحدة بالقول إن ذلك، أي حصول الفلسطينيين على حقهم بالعضوية، إن ذلك قد يتيح الفرصة أمام الدولة الفلسطينية لاحقا لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية. هذا هو التبرير. إذن هم يقرون من حيث المبدأ بأنهم مجرمو حرب. ولعله من الواضح أن هذه الحصانة غير الشرعية منذ استيلاء الصهاينة على فلسطين كانت بمثابة ضوء أخضر مستمر حتى يومنا هذا، سمح لحكام إسرائيل في التمادي بتعنتهم واستكمال مسلسل جرائمهم وتصعيد عدوانهم. الأمر الذي يدفعنا ليس فقط لإدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بل أيضا إلى تحميل المسؤولية بشكل واضح إلى بعض الدول المتنفذة التي تمنح إسرائيل هذه الحصانة وتؤمن لها الحماية والتغطية في المحافل الدولية بما في ذلك في مجلس الأمن وداخل اللجنة الرباعية. الأمر الذي يعرض السياسات المزدوجة المعايير لهذه الدول ويكشف نفاقها غير المسبوق فيما يخص مسائل نبيلة كحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان والالتزام بأحكام القانون الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة.
إن خيار السلام العادل والشامل السيد الرئيس لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا للقرار 194 لعام 1948، وذلك على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن 242 و338 والقرار رقم 497 الخاص بالجولان السوري المحتل. ختاما سيد الرئيس، أدعو الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروعي القرارين المتعلقين بالقدس المحتلة والجولان السوري المحتل كعادتهم دائما، رفعا لشأو القانون الدولي وتكريسا لمضمون وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وشكرا سيد الرئيس. I thank the distinguished representative of the Syrian Arab Republic.